تابع حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه السباق التأهيلي لبطولة العالم لمسافة 160 كيلومتر الذي يأتي ضمن مهرجان العيد الوطني المجيد للقدرة، والتي نظمها الاتحاد البلكي للفروسية وسباقات القدرة بمشاركة واسعة من الاسطبلات والفرسان في قرية البحرين الدولية للقدرة، تزامنا مع احتفالات المملكة بعيد جلوس حضرة صاحب الجلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه والعيد الوطني المجيد برعاية شركة البحرين للاتصالات السلكية واللاسلكية باتلكو. ولدى وصول جلالة الملك المفدى إلى موقع سباق كان في الاستقبال سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب الرئيس الفخري للاتحاد البلكي للفروسية وسباقات القدرة. وقدم سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة إلى جلالة الملك المفدى إيجازا حول الفرق المشاركة ومراحل سباق وعدد الفرسان المشاركين فيه. وأعرب حضرة صاحب الجلالة الملك المفدى عن تقديره لهذه المشاركة من الفرسان من دول العالم في هذا السباق العالمي، ورحب جلالته بهم في مملكة البحرين وهنأ الفائزين في السباق، مؤكدا أن رياضة القدرة تعزز التعاون والصداقة والتعارف بين شباب ورياضيي العالم. كما أعرب جلالته عن شكره وتقديره لسمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة والقائمين على هذا السباق، متمنيا للجميع كل التوفيق والنجاح في السباقات القادمة. من جانبهم أعرب الفرسان عن شكرهم وتقديرهم لجلالة الملك المفدى على متابعة جلالته لهذا السباق، مما يعكس اهتمام مملكة البحرين برياضة سباقات القدرة والفروسية، مشيدين بحسن الاستقبال وكرم الضيافة والتنظيم المميز لهذا السباق. وقد حقق سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب المركز الثاني في سباق 160 كيلومتر ضمن بطولة العيد الوطني المجيد للقدرة، وحصلت على المركز الأول الإسبانية ماريا الفايرس بطلة العالم. وتمكن سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة من الحصول على المركز الثاني على الجواد كالندريا بي اتش في سباق الذي أقيم على 5 مراحل، حيث أقيمت المرحلة الأولى اللون الأحمر لمسافة 40 كيلومتر، والمرحلة الثانية اللون أزرق لمسافة 35 كيلومتر، والمرحلة الثالثة لون أخضر لمسافة 35 كيلومتر، والمرحلة الرابعة لون أبيض لمسافة 30 كيلومتر، والمرحلة الخامسة لون أصفر لمسافة 20 كيلومتر. وجاءت في المركز الأول الفارسة الإسبانية ماريا الفارس بونتون على الجواد بيزادي بي بول، والفارس أليكس لوغوي مولال على المركز الثالث. It is a pleasure for us, Your Majesty, to have these champions here. Alhamdulillah. No, the pleasure is for us to be in the country. Now, in this race, the current world champion, second place, third place, and the most person who won first the world place. And again, first place plus. Wonderful ride. Beautiful. Very nice. Yeah. Quality, Turim, quality horses. This is the horses are wonderful. Quality, Alhamdulillah. We prepared the horses for the world championship, and it was a pleasure to ride here in Bahrain. It's one culture. Yeah. One family. Allah يطول عمرك. Thank you. Thank you very much for being with us here. Allah يطول عمرك. Allah يطول عمرك.